لو واحد ماسكني من الريست هنا بقوه جدا ورخم رخم مش عاوز يسيبني، هعمل ايه بقى بكل سهوله؟ واحد اتنين. ايه الاخبار؟ طيب عملت ايه هنا بقى؟ واحد ماسكني من الريست، بلف ايدي بالشكل ده اهو تجاه جسمه هو. واحد، بص كده اكن هنا في مرايه وهبص على وشي، بام اهو مس على المرايه، ثم همسك الريست بتاعه هو كده من هنا وهعمل ايه بقى؟ تويست، الفه بالشكل ده اهو بكل سهوله وازقه. ناخدها بسرعه، واحد اتنين. طيب في حاله لو مسك ايدي بقى وبيهزر معايا بالالتواء، اوعى اوعى تلف عكس جسمه، يعني اوعى تلف لبره كده اوف دراعك ايه هيتكسر. انت بتلف في فين بقى؟ بتلف اتجاه جسمه هو. رقم واحد بترخي دراعك خالص، يا محمد سيب مش عاوز اسيب، وهرخي دراعي والف على جسمي انا كده اهو 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 اهو، واجيب ايد اجيب ايه رقبته بالشكل ده، وممكن ايه اخده لتحت كده بدون ما اذيه. تاني لو مسكني من الخلف هو بيعمل التواء للذراع اهو يا شباب، هعمل ايه؟ ملفش هنا تمام خارج جسمه، الف داخل جسمه، اعمل بايدي استرخاء والف على ايدي واجيبه هو كده بالشكل ده واخده لتحت او الفه كده هيسيبني خلاص. في بعض الناس للاسف تيجي تسلم عليك وتمسكك بقوه قوي كده، هعلمك بكل سهوله ازاي تفلت من الحركه الرخمه دي وبدون ما تاذي اي حد تمام. طيب بسم الله، لو في حد بيسلم عليك زي اخينا ده كده وماسكك جامد قوي كده اهو، وانت بتقول له سيب يا عم سيب ايدي، مش عاوز يسيبك، تتصرف ازاي بقى؟ اول حاجه بص معايا هعمل ايه، هو ماسكني جامد كده، هعمل حاجه اسمها لوك، اقفل عليه، هقفل على ايده خالص، وهيكون برضو فيه كي مفتاح ان انا هفلت منه. ازاي بقى يا عم سيب؟ مش عاوز يسيب. هجيب ايدي يا شباب بصوا كده معايا اهو، ادخلها بالشكل ده من فوق وانزل تحت تمام، بصوا معايا بقى كده، واروح جايب ايدي فين بقى؟ من تحت، امسك ايدي انا اهو هنا وهلف اتجاه جسمه اهو، بصوا معايا مجرد ما لفيت ايدي ايه؟ فلتت. شخص ماسكني بقوه اهو تمام، بصوا معايا الف ايدي كده من تحت اهو، وامسك ايدي انا الريست، امسك الريست وانا ماسكه كده بسلم عليه كده، احنا عملنا لوك اف. نعم بقى كي مفتاح، بصوا معايا ها، اروح لافي فتحت كده اهو فلت منه. ناخدها بقى بسرعه اهوت، حبيبي الاخبار يا عم سيف اهو بالسلامه. طيب نيجي للتقنيه الثانيه. طيب في حاله بقى لو مسكك من ايدك الاثنين، بصوا هعمل ايه يا شباب؟ لحظه سيب، هعمل ايه؟ بصوا هو ماسكني هنا كده، الف كده تمام، يبقى هلف ايه اتجاه جسمه كده من الخارج للداخل اهو، بصوا كده معايا ماسكني اهو جامد جامد جامد، روح لافف كده اهو انا اللي ماسكه. ايه بقى عايز ايه؟ ها تاني اهو، مسك ايدي الاثنين لفيت بالشكل ده بالسلامه.